دراسة حديثة أجريت على الأطفال بعمر من شهرين إلى 3 أشهر، وجدوا شيئاً غريباً جداً، أن هذا الطفل يميز بين الخير والشر. أحضروا مجموعة من الأطفال وقاموا بسلوك شرير أمامهم، مثل إيذاء حيوان، فلاحظوا دهشة هؤلاء الأطفال، ولاحظوا استغرابهم، ولفت انتباههم بشكل كبير. وعندما قاموا أمامهم بممارسة سلوك خير فيه عدل، فيه يعني مثلا كأن تعطي قطعة حلوى لطفل آخر أو ما شابه ذلك، فكان دماغهم مرتاحا ولم يكن هذا السلوك مثيرا لهم، فخرجوا بنتيجة ونشرت مؤخرا أن الطفل الرضيع قبل سن 3 أشهر يستطيع أن يميز بين الخير والشر. والله تعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.